رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يأمر بالتكفل العاجل بالرياضي الجزائري محي الدين يحياوي. سيتم التكفل بعلاج الرياضي الجزائري ونحو نقله إلى مستشفى متخصص في الخارج من أجل علاجه. محي الدين يحياوي أصيب قبل أيام في تدريباته مع المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال أثناء الاستعدادات لبطولة إفريقيا للناشئين. وعن تفاصيل الحادثة، فقد وقعت عشرات الكيلوغرامات على ظهر الشاب الجزائري البالغ من العمر 17 سنة، أجرى على أثرها عملية جراحية عاجلة على مستوى العمود الفقري لتثبيت أربع فقرات تعرضت لأضرار.